عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم شوف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن صحه وعافيه. اليوم غادي نشارك معكم طاجين ديال الكريات السردين. كيجي من ألذ واروع ما يكون بطريقه جد جد سهله ومكونات بسيطه. فكنتمنى الا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير طريقه التحضير. اذا المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الطاجين، فعندنا هنايا كميه من السردين، الكفته ديال السردين عندي هنايا كيلو ونص، وانتم على حسب الافراد العائله وكذلك على حسب الطاجين اللي غادي تطيبوا فيه. ممكن تستعملوا كيلو ممكن تستعملوا اكثر حسب الرغبه ديالكم. عندي هنايا جوج ديال الطماطم محكوكين، الطماطم كذلك كتبقى حسب الاختيار. فإلا كنا كنبغيو داك الحموضه تكون زايده ولاصوص تكون زايد فيه المطيشه، فممكن نديرو نص كيلو ديال المطيشه، ممكن نديرو كيلو ديال المطيشه مع جوج كيلو ديال السردين، كتبقى حاجه اختياريه. حنا شويه بالنسبه لدارنا ما كيبغيوش داك الحموضه ديال المطيشه بزاف في الطاجين، فاختاريت ندير جوج مطيشات محكوكين. عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس مفرومين ناعم، نص كاس ديال العنبه زيت الزيتون اولا كاس صغير مع مرش ديال زيت الزيتون، ممكن تستعملوا كذلك زيت المائدة حسب الرغبة. عندي 5 الفصوص ديال الثوم مفرومين، الملحة حسب الذوق، مطيشة بالحك عندي معلقة صغيرة، طماطم مصبرة. بالنسبة للعطرية فعندي معلقة صغيرة ديال البابريكا أو التحميرة، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي أو الكركم، معلقة صغيرة مع امراش ديال سكنجبير او الزنجبيل، نص معلقه ديال الابزار الفلفل الاسود وقليل من الفلفل الحار كيبقى اختياري. غادي نستعمل كذلك التوابل الخاصه بالسمك، فعندي هاد التوابل هادي غادي نستعمل منها معلقه صغيره كتباع جاهزه، هانتوما كيف كتشوفوا كيف كتكون، فكتباع جاهزه عند الناس اللي هما كيبيعوا المواد ديال الحلويات فاصبحوا جاهزين موجودين عندهم. هاد التوابل تيكون خليط ما بين الكركم وما بين الفلفل الحلو اللي هو التحميره، كذلك فيها حتى القزبر والكمون والملحه، فنحاولوا اننا يعني الملحه تكون شويه قليله حتى كندوقوا عاد كنزيدوا من الاحسن ما نكتروش، لا ما تكون الحاجه مسوسه ولا تكون انها مالحه. عندي شويه ديال الزيتون وشويه ديال الحامض المصير. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. أول حاجة بغيت نوريها لكم هو الطاجين اللي غادي نطيب فيه. كاين بزاف ديال الناس اللي تيقولك أن الطاجين كيحرق ليهم، الطاجين كيتشقق كيتهرس ملي كيكونوا كيطيبوا فيه. فبالنسبة للطاجين أنا كنستعمل هذا، تكون ديجا دايرين فيه هذيك الحديدة من التحت. أما أنا مكناش كنتوفرو على هذا اللي تيكون فيه مصيبة الحديدة، هي كتكون من هنا من الجناب، فكنستعملو يا إما الشواية اللي كنشويو فيها الكفته ولا شي حاجه كنديروها فوق البوطه عاد كنوضعوا الطاجين، اولا كنستعملوا هذوك اللي تيكونوا خاصين بالطاجين حتى هما حديدات كيتباعوا جاهزين فكنستعملوهم هما. دونك غادي ندير كميه من زيت الزيتون تقريبا واحد 4 المعالق كبار، غادي نوضعوا فوق النار نخلي هذاك زيت الزيتون يسخن واحد شويه. غادي ناخد الكفته ديال السردين، هاد العطريه اللي انا استعملت هنايا فاستعملتها زايد لانه غادي نخلطها، يعني عوض ما ندير العطريه للسردين وعاد ندير العطريه للطاجين، فاختاريت انني نخلطهم كاملين مع بعضهم. غناخد كميه غادي نضيفها للكفته ديال السردين وكمية غادي نخليها للطاجين. دونك غادي نضيف هنايا كمية، غنزيد التوابل ديال السمك وغنزيد حتى هنايا شوية تقريبا واحد المعلقة صغيرة حتى هي ديال التوابل السمك، غنضيف واحد شوية كيك ديال زيت الزيتون كمية قليلة، غنضيف شوية ديال الثوم للتنسيم فقط، غنضيف كذلك القزبر والمعدنوس بهذا الشكل والملحه بطبيعه الحال كيف قلت لكم حسب الذوق.
غادي نخلطوهم مع بعضهم مزيان حتى كتبل لينا هذيك الكفته ديال السردين، وكندخل فيها داك الترموله مزيان مزيان، وغادي نصنعوا منها كريات حسب الحجم اللي كنبغيو. بغينا نديروه بالحجم الكبار فكنديروهم حجم كبار، بغينا نديروهم حجم صغار كنديروهم. بالنسبه اللي عندهم الوليدات فمن الاحسن نديرو الكريات يكونوا بالحجم صغير باش كيقدروا هكذا يتحكموا فيهم في الاكل. اذا من بعد ما تبلنا هذاك الكفته ديال السردين فغادي نخليوها على جنب وندوزو للطاجين. فمن بعد ما كتدخل لينا هذاك الزيت اللي وضعنا غادي نوضع لاصوص ديال الطماطم، كذلك معلقه صغيره ديال الطماطم والثوم، ونخليهم يتشحروا مع بعضهم مزيان. ثم غادي نضيفوا القزبر والمعدنوس، العطرية، ثم غنضيف كمية من الماء غير شي شوية تقريبا واحد الكاس صغير، ونخلي هاد العطرية تشحر لينا مع المطيشة، وندوزو باش نكورو السردين اللي غادي نوضعو في الطاجين. الوغ باش تسهل علينا المأمورية فكناخدو واحد شوية ديال الزيت كندهنو بها اليد ديالنا باش دغيا دغيا كتكور لينا هذيك الكريات السردين. غناخدو معلقة صغيرة، المهم نديرو كريات اللي يكونوا صغارين. صافي نكورهم بهذا الشكل هذا ونوضعهم في الصحن حتى تشحر لينا المطيشة اللي وضعنا في الطاجين، عاد غادي ندوزو باش نحطهم. نكمل الكمية اللي عندي ونعاودو نطلقاو. دا من بعد ما كتشحر لينا هذيك المطيشة والتوابل فغادي نبداو نوضعو كريات ديال السردين، دوروه على الطاجين كامل. دا من بعد ما استفنا هذيك الكريات ديال السردين كإضافة كنضيفوها، نسيت ما ذكرتها لكمش، غادي نضيف أوراق سيدنا موسى لأنه كتعطي واحد البنة هائلة، كتواتى بزاف مع الحوت. صافي غادي نضيفو الزيتون والحامض مصير، الا شفنا انه خاصو شويه الماء نضيفو له شويه الماء، شفنا انه الماء كافي فما كنحتاجوش اننا نضيفوه، وهو ما تياخذش وقت كثير باش انه يطيب، يعني تقريبا واحد ثلث ساعه تيكون عندنا واجد. صافي غادي نخليه يطيب ونشوفه في الاخير ان شاء الله كيفاش غادي يكون الشكل النهائي ديالو. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي حضرنا مع بعض، فكيجي على هذا الشكل. كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. فإلى عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه خليولي لايك، بارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. ما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فخليت لكم الراحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.